على هذه الصور. في منتهى الحزن طبعا، كمصري بشعر بحزن وبمرارة لا حصر لها. أرواح ذهقت واسم مصابين ليس لهم عدد محدد يفوق الألاف دلوقتي. بنرى أيضا الانفلات الأمني ليس له مثيل، ترويع المواطنين، الجميع بيشعر بالفزع والرعب، متظاهرون لديهم مطالب واقعية وحقيقية ومستحقة، وتأخرت الحكومة كثيرا جدا في تنفيذها، يجب النظر فيها فورا. أعتقد أنه لن ينتهي الوضع إلا بتنازل أحد الطرفين. المتظاهرون سيرضوا بالوضع وسيذهبون إلى منازلهم، ولا أرى هذا يحدث قريبا. أما أن الدولة ستقرر أن هي ستستقيل أيضا، مش فقط الحكومة بل الرئاسة أيضا. نعم سيد عزيز، ربما كنت حاضرا معنا في تغطية إخبارية سابقة على شاشة الحرة، وكنا قد حذرنا مما يسمى ثورة الجياع في حال ما حصل أي انفلات أمني. ربما ما نشهده الآن يعبر حقيقة عن هذه الثورة، ثورة الجياع، سكان المناطق العشوائية، المناطق الفقيرة الذين انطلقوا إلى المناطق الأكثر ربما ثراء وازدهارا في عموم مصر في محاولة لسلبها ونهبها. نعم، أرى هذا يحدث في الواقع، ولقد تكلمنا عنه وتكلمت عنه الحرة وتكلم عنه كثير المفكرين والمخلصين المصريين وغير المصريين المحللين الوضع في مصر على مدار الفترة القليلة السابقة. كان منتظر، وأعتقد أنه كان يعني ينتظر إشارة البدء، ويمكن أن سميت الثورة دي إن صح التعبير أنها ثورة فعلا شعبية وانتفاضة حقيقية، ستكون أيضا لها اسم آخر وهي ثورة الفيسبوك أو الإنترنت. الشباب هو اللي وراها، ليست وراها عناصر أخرى، لأن العناصر الأخرى ليست بهذه القوة. هذا شعب ينتفض لحقه في المعيشة، في الغذاء، في الطعام، في الكساء، في الدواء، في الازدهار. للأسف احنا بنشوف المتحف المصري اللي قطعة واحدة منه لا تقدر بثمن، سلب ونهب وكسر، استبيحة طبعا. استبيحة، فشيء مؤسف جدا، بيذكرنا بصور كانت موجودة في العراق أبان الغزو أو الدخول الأمريكي لبغداد. فشيء مؤسف جدا، وإحنا بنحمل مسؤولية للحكومة لأنها حتى الآن بقية ولم تستطيع حماية التراث التاريخي والثروات القومية وبالأكثر أرواح المواطنين. دعني سيد عزيز أستغل وجودك معنا على الهواء ونتحول إلى نقطة ربما لابد من المرور على ذكرها، مسألة المسيحيين الأقباط في مصر وربما التخوفات التي كانت قائمة في ظل نظام أمني كان يمسك بزمام الأمور في البلاد. الآن حالة انفلات أمنية، هل ربما تشعر معها بتخوفات من قبل المسيحيين الأقباط، ربما بمزيد من حالة الاحتقان التي ربما تكون تعتريهم منذ سنوات؟ بالرغم من أنه حتى الآن لم تقع حوادث طائفية محددة تجاه الأقباط أو الأقليات بشكل عام في مصر، لأنك لا أخفي عنك أني أشعر بقلق عميق فيما سيلي التغيير ودور الجماعات السلفية والإخوان المسلمين في تأجيج فتنة جديدة مستغلة فيها الضعف الأمني أو عدمه وضعف الرئاسي أيضا. أنا لا أخفي ولا ذلك أحمل مسؤولي الدولة الجدد والباقيين تأمين الكنائس والأقباط بكافة طوائفهم وأيضا غير الأقباط من الأقليات المسلمة أيضا. يعني بما أن الأماكن كلها باتت مستباحة، يعني المتحف المصري بجلالة قدره كما يسمونه بات مستباحا، فما يعني حال الكنائس والمساجد ربما أيضا لن تقل في استباحتها في حال ما قرر أي من اللصوص أو الذين يقومون بعمليات السلب والنهب الدخول إليها، أليس ذلك صحيحا؟ صحيحا بالطبع، وأرى أنه يجب على الحكومة أنها تبدي مصلحة الشعب والأمة المصرية في تلك الفترة العصيبة على مصلحة بقائها أو توريثها لأفراد أخرى من أفراد نفس العائلة. ويجب على الرئيس أنه هو يعي تماما أن البلد بتغرق، هو كقبطان السفينة يجب أنه هو يأخذ قرار فوري بحكومة انتقالية. أعتقد حل هيرضي الناس وهيدعهم يذهبون مرة أخرى إلى منازلهم، وسيضع حد للتدمير
حكومة انتقالية ستتعهد بانتخابات نزيهة في خلال أشهر ديمقراطية، ونريد أن نرى حكومات مدنية وليست من لواءات الشرطة أو البوليس أو الجيش. طيب الآن بما أنك ربما فتحت هذه النقطة بالتحديد، الحكومة الجديدة المشكلة يترأسها أحمد شفيق كامل رئيس شركة مصر للطيران السابق، اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة هو نائب الرئيس، الرئيس نفسه ابن المؤسسة العسكرية 82 عاما، أكثر من نصفها قضاها في الخدمة العسكرية في مصر، يعني الجيش يسيطر على مفاصل وأمور البلاد في النهاية. نحن لا ننكر دورهم في ما توصلت مصر إليه من حريات والثورة التي قامت وأعطت بعض الحريات وكان لها أيضا مساوئ، لكن إحنا أيضا هنا لا ننكر ان احنا بقى لنا 59 عاما من سنه 52 في حكم عسكري. طيب فين المدنيه وفين الحريات المدنيه وفين الافكار العلمانيه وفين تطبيق المواد المدنيه من الدستور؟ واين هي اين هو الازدهار الاقتصادي واين هي الحريات بكافه انواعها؟ لا ارى هذا ولا يراه الشعب ايضا، وبالتالي نرى ما نراه على شاشات التلفاز. فبالتالي يجب على الدوله أنها تدرك أنه قد جاء وقت التغيير. إحنا في 2011. الزمن متغير، الدول في الشرق الأوسط تتغير معالمها يوما بعد يوم. وإن كنت هنا أحب أن أعلق تعليق في سطر واحد، أن مصر لن تكون الأخيرة أيضا. ستنتقل العدوى إلى الخليج وإلى دول أخرى مجاورة وقريبا. وطبعا لكل دولة طبيعتها السياسية وكل دولة لها ديموغرافية معينة ربما هي التي تتحكم في سير الأمور. هناك أنباء تحدثت عن التحضير لربما ثورة احتجاجية أو حركات احتجاجية أيضا في الجزائر، ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء غير المسبوقة واليمن التي تشهدها البلاد، هناك في اليمن، هناك في الأردن، ولكن لكل دولة طبيعتها ولكل دولة ظروفها المختلفة. طبعا فقط ننوه أن البنتاغون يتحدث عن أن الوضع الأمني في مصر مقلق للغاية، وهناك تخوفات من تسارع حالة التدهور الأمني الحاصلة في الأراضي المصرية. دعنا نتحول إلى هذه النقطة سيد عزيز، كيف ترى مستقبل العلاقة ما بين نظام الحكم الجديد الذي كلفه الرئيس مبارك بتولي الأمور معه في المرحلة المقبلة وطبيعة العلاقة مع واشنطن أيضا؟ مما لا شك فيه أن اللواء عمر سليمان بيحظى بتقدير الإدارة الأمريكية ومعظم الإدارات، ما كانش جميع الإدارات في كافة الدول، شخصية مرموقة ليها وزنها وخبرتها. أعتقد أنها زي ما ذكرت مسبقا أنها تحظى بتقدير عالمي ودولي أكثر مما هو له من شعبية داخل مصر. والدليل أنه هو لسه في مظاهرات برغم تعيينه نائب للرئيس. لكن أنا أرى أن العلاقة فعلا تغيرت معلمها بالفعل من مساء الأمس عندما صرحت الدوائر الأمريكية بأنها تنظر جديا. كان المتحدث البريس سكرتيري أو المتحدث باسم البيت الأبيض جيتس قال إحنا بننظر في المساعدات اللي بقالها يمكن 30 سنة أو أكثر بتقدم، أكثر من 30 عاما في الواقع، حوالي 2 مليار دولار تقلصت إلى مليار والنصف، ينظروا في جدواها وفعاليتها والمقابل المنتظر منها لمصر في ضوء المستجدات، وأيضا تنظر مصر في الدعم العسكري. ودي نقطة خطيرة جدا، لأنه مصر في اتفاقية كامب ديفيد كانت تتعهد بحماية أيضا أمن إسرائيل الدولة الصديقة المجاورة لنا، وإن كان ما كانش في تطبيع حتى الآن، لكن في اتفاقيات وفي محاولات من مصر دايما لرأب الصدع مع الفلسطينيين والوفاق ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين. مصر دورها تهزك جدا باللي بيحصل دلوقتي. أعتقد أن الولايات المتحدة ستترقب الوضع ستحضر لرد فعل متوقع لعدة سيناريوهات محتمل وقوعها، وأيضا سيتضمن هذا البديل من سيحل محل مصر في الشرق الأوسط إن فقدت قوتها. نعم سيد عزيز، وإحنا لا نتمنى هذا. شكرا جزيلا لك سيد إيهاب عزيز. شكرا. كان معنا من واشنطن سيد مصطفى العشري نائب رئيس تحرير صحيفة أشرف العشري، عفوا، ينضم إلينا من القاهرة نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام. قبل أن نبدأ حوارنا معك والترحيب بك، نوجه العناية فقط إلى أن مدير مكتب
الحرة في القاهرة يتحدث عن تشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة، وهذه أرقام هواتف ربما نقالة خصصت من قبل هذه اللجان الشعبية لأي أعمال استغاثة أو في حال أي طوارئ، هي 010-477-2226 و 010-899-8024. نهيب بالمواطنين في حال تعرضهم لأي طوارئ الاتصال بهذه الأرقام. سيد عشري، كيف ترى الصورة الآن في مصر، وهل الإجراءات المتخذة حتى اللحظة تهدئ من روع المواطنين؟ بداية قبل أن أخوض في سؤالك، بس أبلغك خبر عاجل ورد علينا في الأهرام منذ لحظات. هناك إجراءات جديدة من قبل الجيش، وتم الزج بأعداد قوات عسكرية كبيرة في كثير من المدن التي اشتكى أهاليها ومناطقها من حدوث عمليات لصوصية وعمليات قرصنة وعمليات خطف وسرقة، وأن هذا البيان ربما يكون يزعج يصلكم ويصل بعض وكالات الأنباء خلال دقائق معدودة، وأن هناك استعدادات عسكرية للدفع بقوات كبيرة وقوات عسكرية وعربات عسكرية في أكثر من منطقة داخل القاهرة والإسكندرية خلال الساعات الدقائق القادمة. ربما هذا سوف يهدي كثيرا من روع المواطنين، ربما يؤدي ايضا المخاوف والهواجس التي كانت الشارع المصري على مدار اليوم واحدثت نوع من الاحتكارات الشديده ونوع من صوره غريبه على المجتمع المصري. اعتقد ان مثل هذا الامر سوف يساهم بشكل كبير في تخفيف الاوضاع او وطأة الاوضاع، وربما يبعث على مزيد من الطمانينه خلال الساعات او الدقائق القادمه. اعمال السلب والنهب التي ربما تراها في الشوارع، هل هي على خلفيه ثوره جياع ام انها حاله انفلات امني؟ حالة انفلات أمني. ما حدث بالأمس كان خطأ ارتكبته الحكومة أو الدولة، خطأ استراتيجي أن تنسحب قوات الشرطة من الساعة 4 عصرا، تترك فراغ أمني كبير لمدة 5 أو 6 ساعات حتى تأتي قوات الجيش في 10 أو 11 مساء. هذه الفترة أحدثت نوع من الفراغ الكبير أمني، وأعتقد أن هذا الأمر تسبب في كثير من أعمال عنف وأعمال بلطجة، وأتاح فرصة لعصابات كثيرة وأفراد قصد الدخول على خط الأزمة واستغلال هذه المناخات للقيام بعدة أعمال قرصنة وأعمال لصوصية وترويع للمواطنين وبث كثير من الرعب والقيام بأعمال هددت الدولة وشرعية الدولة المصرية. ما حدث هو بالفعل جريمة. أعتقد أن المسؤولية قد تقع على صنع القرار أو على الحكومة في الدولة لأنها تأخرت كثيرا، لم يكن لديها خطط كبيرة في التعامل مع الأزمة، لم يكن لدي خلية أزمة للإسراع بإنقاذ الأوضاع. الأوضاع كانت تسير بخطى بطيئة للغاية، كان هناك غياب كامل للشرعية وللسلطة ورأس الدولة في المرحلة الماضية، أعتقد في المرحلة في فترة الساعات الماضية. أعتقد أن ما حدث اليوم من تعيين السيد عمر اللواء عمر سليمان نائب رئيس الدولة وتشكيل حكومة برئاسة أحمد شفيق، ربما هذا يوحي بمناخات أو بإشارات أن الحكومة القادمة هي حكومة عسكرية الغالبية العظمى منها من أفراد القوات المسلحة أو من الجيش أو من على صلة أو خط تماس بقوات الجيش. هذا يؤشر على أن المرحلة القادمة هي مرحلة إنقاذ سريع، عمليات إسعاف داخل البلد بالكامل، وربما لمعالجة كثير من الأخطاء والاختلالات التي حدثت في الأيام الماضية. ربما هذا الأمر يؤشر على أن هناك أيضا وجوه جديدة في الدولة وبداية اختفاء لكافة الوجوه التقليدية. أعتقد ابتداء من الغد وبعد غد سوف نرى مشاهد سياسية جديدة في مصر خلال المرحلة القادمة. أعتقد أن عمر سليمان يحظى بمكانة وبحضور وطني، بالإضافة لأنه يقف على خط تماس مع كثير من الجماهير المصرية التي ترى فيه أنه صورة وطنية مشرفة نظرا لمواقفه وسياساته وما يتمتع به من حس وطني وحسن، ويتمتع أيضا بعلاقات مع الخارج أعتقد أنه اكتسبها بجانب عمله وجولاته مع الرئيس مبارك على مدار 20 عام الماضية. كل هذه الأمور سوف تشكل على الأقل مظلة حماية لكثير من المصريين في هذه المرحلة وفي هذا الظرف الدقيق، وربما يساهم أيضا في انبعاثات خاصة بعوامل عودة الاستقرار مرة ثانية للدولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما وجدنا فشل وتلو الفشل خلال الأيام الماضية. أعتقد أن هناك صفحة ربما تطوى ليس اليوم وغدا، ربما بعد غد أو مع نهاية هذا الأسبوع مع تشكيل الحكومة، لأن كما علمت أن هناك وجوه كثيرة قادمة لهذه الحكومة تحظى بحضور قومي وبحضور وطني وأيضا ربما يكون لها حس وطني. هذا سوف يؤشر على
حدوث نوع من التطمينات داخل الشارع المصري، ربما تقلع مصر عن هذه المرحله من الضبابيه ومن الفوضى، وربما تقلع الى مرحله تغيير سياسي كان في المرحله القادمه. اعتقد ان نهايه او منتصف عام 2011 ربما يشهد خريطه سياسيه جديده في مصر، بوجوه جديده في مصر، وانا متاكد من مثل هذه التطمينات. سيد اشرف العشري، نائب مدير تحرير صحيفه الاهرام، ارجو منك ان تبقى معنا، اعرف ان الوقت ضيق ولكن الظروف متسارعه بوتيره ربما نريد ان نلاحقها بالاخبار. الخبر العاجل الذي ذكرته، الدفع بتعزيزات جديده من قبل الجيش في المناطق التي تشهد انفلاتات امنيه واعاده انتشار للجيش في هذه المناطق. ابقى معي سيد عشري. معنا طارق الشامي من القاهرة من هناك للوقوف على المزيد من التطورات. طارق،